مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد نعمله اليوم خاص بمقابلات الجولة 20 للبطولة اللي تعديت البارح وقلت البارح حبينا هكا نعمل فرق شوية نحير شوية التفاعلات على الشين يوتيوب متاعنا حبينا نعمل تشكيلة متاع الجولة الماضية بون تنجمو تلقاو أحسن لاعب في الجولة حبيتكم نتوما تختاروا شكون أحسن لاعب في الجولة فما عملنا الكويز موجودة على الكونت انستغرام تاعي لازم تدخلوا تصوتوا لأحسن لاعب في الجولة الماضية بين فخر العوجي كذلك أسامة بن معمر وكذلك لاعب نادي الصفاقسي كريس كواكو تخيلوا انتوما شكون أحسن لاعب في الجولة لكن زادة حابين نعملوا تشكيلة الجولة بون باش نعطي أنا رأيي نجم يكون صحيح نجم يكون غلط منساش تعملوا في الكومنتات نتاعكم انتوما شكون تشوفوها احسن تشكيله في الجوله بون ما شفتش الماتشات الكل تفرجت مقابله ليتوال اللي تعداو الكل تقريبا تفرجت فيهم ليتوال اسبيرونس لو كلوب مع تطاوين كيف سليمان مع سي اس اس وتفرجت ملخصات نتاع الحد الرياضي بون على ظهر الكل باش اخترت التشكيله هذه في الكاج موجود خميس الثامن اكيد الناس الكل شفتو عمل ماتش كبير مع تطاوين نحى بينالتي صابر خليفة في توقيت مهم كيف نحى برشا كرات الباسيرو كومباري تقريبا حارس خبرة بيتم معنى الكلمة مش حتى في التصديات نتاعو كهو لكن حتى في توجيه للدفاع نتاعو على ذكر كان يستحق احسن حارس في الجولة رغم المنافسة الكبيرة اللي لقاها يمكن من علي جمل كيف عمل مقابلة متميزة مع ملعب التونسي كيف علي القلعة مع الشابة كيف نحى برشا كرات هذم خميس الثامن خيرته أحسن لاعب أحسن جارديان في المحور في الدفاع ثنائي محمد أمين المداني لاعب الشابة لاعب ممتاز جدا عمل ماتش كبير وسجل هدف للشابة من مخالفة مباشرة ومعه أيضا لاعب اتحاد تطاوين مالك الميلادي اللي لاعب هذا متكون في الترجي وقاعد يعمل في ماتشات كبار برشا مع اتحاد تطاوين المقابل اللي فات سجل هدف والمقابل تاع اليوم تقريبا شدتني خاصة الكرة اللي حار باسيرو كومباري تاكل في اخر لحظة تقريبا باسيرو كان باش يستعد يحط الكرة في الشبكة لكن عمل تاكل الميلادي وعدى ماتش كبير في المقابلة هذه ايضا كان نجم حتى يسجل هدف لكن كورته الرئيسية كما شفتوها الناس الكل تعديت قريبة للكاج نتاع عاطف التخيلي معاه في المرحلة باش يكون لاعب كما قلت محمد امين المداني كما قلت اللي عمل ماتش كبير مع الشاب وسجل هدف وعلي مين اخترت لاعب سيابي محمد الحبيبي لكن اللي قاعد يقدم في مقابلات متميزه منذ بدايه منذ مواسم ولا ثلاثه خلينا نقول بون مريض السنة طاح شويه وبعد رجع هو نتائج سيابي كيف لكن الماتش اللي فات مع ملعب التونسي قدم مقابله باهيه والسيابي حافظ ايضا على الكلين شيت عملت الكلين شيت في المقابله هذه ايضا في الدفاع على الجهه اليسار لاعب اخر من الشاب اخترته هو لاعب اشرف الزويغي اللي قدم ماتش كبير مع الشاب اللي ربح 4 اهداف اشرف كان كالعاده هجوميا مساهم بكيفيه كبيره في الهجومات نتاع الشاب وكان قريب حتى من التسجيل من بواسطه مخالفه جارديان نتاع الشباب علي الفريوي كان حاسم في التصدي ليها حبيت بيفو وحيد نختار في المقابله هذه في التشكيله هذه هو لاعب السي اس اس اللي سجل هدف في كريس كواكو تقريبا اعطى اضافه كبيره للنادي الصفاقسي اعطى كان متميز كريس كواكو سجل هدف بون كان فما شك كبير بينه وبين محمد علي ترابلسي في الاخر حبيت نختار كريس كواكو ترابلسي ايضا قاعد يقدم في ماتشات كبار لاعب قاعد يرجع في الفورمة خاصة بعد الإصابة اللي كانت لقيها والحاجة اللي تقريبا اللي عملت الفارق لكواكو هو الهدف اللي سجله هدف كبير كان ممتاز بعد عمل ممتاز مع محمد بن علي وكذلك مع أيمن الحفزي واسيست لكواكو اللي سجل الهدف تقريبا حط الكرة في الشبكة بطريقة متميزة مع أيضا لاعب آخر من الشابة اللي كانت الحقيقة نجمة الجولة هذه بالفوز نتاعها 4 أهداف كاملة أسامة بن معمر صاحب هدف للشابة في الأول في المقابلة هذه من تأزيدة رأسية لاعب متوسط ميدان ممتاز أنا شفته قاعد يقدم في مقابلات حلوة برشا مع الشابة ومساهمة كبيرة خاصة في الكرات الثابتة لاعب يحظى يلعب براس بكيفية ممتازة جدا تابعوه اللاعب هذا كان عنده برشا تجارب في الرابطة الثانية لعب حتى في الخليج لاعب عنده خبرة كبيرة وقاعد يقدم في سيزون باهية مع الشابة صانع العاب اكيد لاعب النجم الساحلي داروين غونزاليس اللي بدل الكوتش نوف اوف الشبيل البوست نتاعو ولا من لاعب رواق لاعب صانع العاب اكيد داروين قدم ماتش كبير بون
فزادها شويه بالبونتو اللي ضيعوا، ولو ان البارات كانت حقيقه من معز بن شريفيه لان حال الكره نتاعو بعد ضربه على البوتو، لكن قدم مقابله كبيره وقاعد يقدم في مقابلات متميزين داروين جونزاليس علي على اليمين وعلى اليسار زملاء لعبيه تقريبا كانوا كل شيء في الجوله هذه، ولو انه مثلا علي سوما لاعب النجم الساحلي منذ الجوله الماضيه تقريبا ضد سيابي عمل ماتش ممتاز، وحتى الجوله اللي قبلها كان متميز. لاعب هذا تبعه باش يكون عنده مستقبل كبير كيف كيف، وهو اللاعب الثاني باش نحكي عليه على رواق الكوتيه الاخرى هو فاروق الميموني، لاعب شاب نتاع ترجي قدم مقابله باهيه برشا، تقريبا الناس الكل كان احسن لاعب فوق الميدان المترجي، ولاعب بون كما حكيت عليه في الفيديو اللي فات تنقص شويه اللمسه الاخيره في الكارت، التسديد نتاعو ماهوش ولا بد، لكن فنيا اللاعب ممتاز جدا في المراوغه خاصه في الدريبل، ينجم يتحسن في الكوتيه نتاع التسجيل. ان شاء الله نشوفه مستقبل كبير للثنائي هذا الزوز علي سوما والميموني. في الهجوم ايضا مهاجم وحيد اخترته هو اكيد فخر الدين العوجي، قاعد يقدم في مقابلات متميزه الجوله هذه، سجل زوز اهداف العوجي. بون الهدف الاول كان بعد امداد ممتاز من جيل باهية، بون رغم اللي كانت مسكره شويه لونجل عرف كيفاش يحطها في الكاج، والهدف الثاني من بينالتي هو جابها تحصل عليها بطريقه ممتازه في اخر دقائق المقابله، دز الكره بمدافع حمام لمف اللي تقريبا حطه في البياج وجاب بينالتي بنفسه سجلها فخر الدين العوجي، لاعب المنتخب الاولمبي سابقا ينتظر ايضا مستقبل كبير ان شاء الله يواصل على السقف هذا، خاصه انه في الماتش اللي قبل زاد عمل ماتش ممتاز بدوز اهداف كانوا مساهم انه هو وعمر زكري كيف كيف اسيست وهدف. هذم التشكيله اللي حضرتها اخترتها يعني 11 لاعب تقريبا شفتهم من افضل ما فما في الجوله الماضيه، تنجموا تحطوا لي كومنتير نتاعكم شكون الملاعب اللي موافقين عليه شكون الملاعب اللي مش موافقين عليه، واكيد نستنى منكم التفاعلات، وكان عجبكم الفيديو تحطوا جيم وعلاش لا تابعونا في فيديوهات اخرى. Merci.